بالنسبه للشاطئ ديال الرباط شاطئ جميل، ولكن عنده نواقص كثيره. نواقص اللي هي معروفه بالنسبه لاول حاجه النظافه، ثاني حاجه بالنسبه للتصاميم تاع الشاطئ، يعني شاطئ يعني عشوائيه، والعشوائيه ماشي في صالح المواطن. ملي كيزور شي حد غير مدينه الرباط كيلقى يعني حوايج ماشي في المتناول، فلذلك كيخص شي شويه ديال الرعايه في هذه المساله هذه. اجواء لا باس بها، لا باس بها، ما كاين لا مضايقات لا حتى شي حاجه، الامور مزيانه والناس كل واحد يعني ديها في راسه، كل واحد يعني منسجم مع الوضع. الاجواء في شاطئ الرباط المهم مزيانه على العموم، اما كيبقى على المواطن حتى هو خصو يتحمل شويه المسؤوليه. دابا كاين الناس كيدوزوا كينقيو هذا كل العشيه وداك الشيء، ولكن حتى الناس اللي كيجيو الشاطئ حتى هما خصهم يعاونوا، بحال دابا اللي جلس وتمتع بهذا المنظر الجميل ديال هاد البلاصه هذه، هذا حتى هو خصو يجمع شي شويه، ماشي غير اصحاب النظافه اللي مسؤولين، حنا مسؤولين بالانسان. كاين السيجاره، البقيه ديال السيجاره، كاين كلا وداك الشيء، الانسان يجي مع واحد الساشيه ولا شي حاجه يجمع فيها. بحكم انني عايش في بلجيكا، كان الا نجي نشوف الفرق كيكون شويه الفرق كبير، لانه الناس اللي هي كيعتنوا بالبحر ديالهم وكينقيه وكي يعني كيديروا الواجب. الشاطئ الرباط هو في موقع زوين، جا حيت داخل المدينه وهذه، ولكن ما كنشوفوا بانه خصو شويه العنايه، ما نقيش نقولوا احنا، فهمتي؟ خص بنادم يعتني بالبحر ديال الرباط، ناسينو الصراحه، تقال ناسينو، فهمتي؟ الناس كيبغيو يجيو يدوزونا العشيه ديالهم وهادي، خص بنادم يكون جالس في واحد المكان اللي نقي وتحس بالراحه ديالك، ماشي الناس ديال الرباط اللي كيعمرونا، حتى الناس ديال برا كيجيو. ولهذا كنطلبوا من المسؤولين يقوموا بالواجب ويشوفوا هاد الجهه هادي، لانه عندنا هنا منظر جميل الصراحه، تقال مع الغروب ديال الشمس والبحار وهذه، يعني طبيعه زوينه، خص الانسان يتهلا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.